السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو أخباركم شباب؟ عساكم طيبين. هذا المقطع طبعا ليتس بلاي الحلقة التاسعة أو العاشرة. طبعا تأخرت بسلسلة ليتس بلاي، ما قمت أنزل مقاطع بليتس بلاي، وما قمت أنزل مقاطع عادية، يعني ما قمت أنزل المقاطع في القناة، يعني شوي ما كنت مشغول شوي، وكنت مزكم وقتها منشول، يعني بعض الأحرف ما تطلع واضحة، فعشان شيء ما سجلت. طبعا هذه الحلقة ايضا ما ادري ايش اسوي كالعادة بليتس بلاي. اللي راح يصير شنو راح يصير؟ ما راح يصير شيء، ما ادري. خلونا نروح نجمع خشب. طبعا كل حلقة راح اجمع خشب، ولا عندي خشب اصلا، حق شنو اجمع خشب؟ ما ادري. المهم خلونا ننزل كيفينج ونسولف شوي. طبعا في اكثر من شخص، مثلا أكثر من شخص طلب مني إني أدعم قناته، ما هو شخص واحد معين، لكن أقول لكم أكثر من شخص. أوه لحظة بروح أجيب ستيكس. أكثر من شخص طلب مني دعم، ويعني بعضهم كنت أقول لهم، يعني وهذه الجملة اللي المفروض أقول لهم، أقول حق كل شخص يطلب الدعم، قبل ما تطلب دعم نزل لك كم مقطع، مقطع مقطعين ثلاثة، يعني ورى الناس شنو عندك، يعني خل حسسني انك تعبت على القناة، حسسني انك تستحق المتابعة، تستحق الدعم. فلما انا اشوف شيء يعني جميل قدامي، لما اشوف قناة فعالة قدامي، شيء طبيعي اني راح ادعمها بدون ما يقول لي دعمني. فيعني الشباب اللي شنو شو عايز اقول صديقي، شنو احنا كنا نقول، عايشني زهايمر قوي. المهم فيعني اللي يبي دعم، على الاقل يعني اتعب على القناة وقول لي دعم، يعني ما قول لي دعم قناتي، ما راح اقول لك لا طبعا. فبس هذا اللي كنت اقوله. يعني لا تجيني بس مقطع ولا مقطعين تقول لي ابي دعم. طبعا كل شخص يقول لي ابي دعم قاعد اسوي له سبسكرايب، يعني عشان اعطيه فرصه ممكن انه ينزل مقاطع. فاللي اشوفه يعني مثلا فعال، من نفسي راح اسوي له دعم، يعني مو شرط انه دعم انه بس فيديو واحد اقول فلان الفلاني، لا اروح يعني اشتركوا في قناته، اني مثلا اتكلم عنه بالمقطع واقول مثلا فلان الفلاني، مثلا بحط قناه رابط قناته بالديسكربشن. مثلا اكثر من مره احط حق طلال اللي هو تايم جيمر، ولا مره طلب مني اصلا انا دعم، هو مو محتاج دعم، لكن لانه يعني قناه، يعني اتمنى انكم تتابعونها، ف يعني قناه فعاله، قناه راح تفيدك، فشي طبيعي اني راح اقول لك روح اشترك في القناه هذه، القناه راح تفيدك فيها كيت وكيت وكيت. ويعني اتمنى ان الفكره وصلت. مو قصدي عن شخص معين، لان في اكثر من شخص يجيني نفس الطريقه ويقول لي ان ابي دعم. طبعا في واحد قال لي يذكر اسمي، نسيت اسمه، تركي والله نسيت اسمه. المهم بس ما ادري ليش يعني هو قال لي ذكر، ما ادري ايش حقي، يعني ما ادري ايش راح حسسني، يعني ما ادري من حسسني يعني اذا قلت اسمه بينشر حيل. المهم فخلونا نسجل هذه. فاي يا شباب اللي يبي دعم، بالعكس يعني يعني عشان انه يعني اللي يلعبون ماينكرافت واللي يسوون مقاطع ماينكرافت بوكيت اديشن، يعني العرب قليلين، فيعني شيء يعني بالعكس اصلا هذا واجب علي اني ادعمهم، بس يعني على الاقل بدع شوي بالقناه، ورنا ابداعاتك بالقناه ابشر بعزك، على طول راح اسوي لك دعم. بعد شنو عندنا؟ في بعد اشياء. طبعا يعني في بعضكم مثلا يتكلم عني في مقاطع، واللي حاب ينادين يعني ماينكرافت، ماينكرافتر بإمكانك أنك تقول ماينكرافتر كويت. طبعا اللي أعرف معنى اسم قناتي، يعني في بعضكم يعرف وفي بعضكم ما يعرف، فتحية للي ما يعرفون معناها. طبعا قصة ليش سميت القناة بهذا الاسم. في البداية كنت يعني أنا عندي نكنيمي جود ولد. أول يعني كنت حاب نكنيم جود جاي، اللي هو جود جاي اللي هو واحد طيب يعني. ف هو اصلا جود جاي انا ماخذه من فيلم رعب، لان انا احب الافلام الرعب وكذي. فجود جاي طبعا نكنيم موجود كثير بالانترنت. فيوميت اسوي ايميل، يعني يوميت اسوي ايميل اول، يعني بدايه النكنيم مالي كنت بسميه شو اسمه جود جاي، بس يعني جود جاي في ناس كثير مسمينه من قبلي،
فقعدنا نفكر نفكر نفكر، فطلع ويانا قد ولد. يعني كل 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 البرامج ولا الاشياء او المواقع كلها استعمل فيها قد ولد. طبعا الاسم هذا اتوقع الاسم هذا اللي صار اني كنت اكتب قد ولد واكتب 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 ومو راضي يصير باليوتيوب، وحاولت اكثر من اسم حاولت اكثر من اسم ماكو فايده. فإلين ما تنرفزت وكنت توني متعلم هالكلمه، تعرف يعني ورع وتوه فاهم متعلم كلمه فيعلق عليها. فيعني السالفه هذه قبل سنتين او ثلاثه سنه 2011 تقريبا او 2010، فيعني علقت على الكلمه وتنرفزت فكتبت اسم هذه القناه اللي الحين انتم تشوفونها. فيعني وحاولت اغيره اكثر من مره لكن ما عرفت. يعني شفت اكثر من مقطع كل مقاطع كل الطرق ما ضبطت وياي. اللي عارف يا ليت يفيدني ويقول لي شلون تغير اسم القناة. فيعني اذا بتنادوني ماينكرافتر كويت مو مشكلة. طبعا في اكثر من شخص سألني عن اسمي، اكثر من مقطع يقول اسمي بالكومنت. ما ادري، ما احب اقول اسمي بالمقطع نفسه. راح تلقون اسمي باغلب من يعني مقاطع كثير يسألوني شنو اسمك وجاوب عليهم. المقطع اللي طاف كتبت شنو اسمي. ف بس بس اللي قاعد يصير الحين توني لقيت ايرون وشويه جولد. لا كنت اكسر بالايرون. اوكي لقيت 10 دايم ايرون، شيء جميل صراحه. طبعا مثل ما قلت لكم معلش اني تاخرت بالمقاطع، ما قمت احمل صار لي فتره. مثل ما قلت لكم حاليا هي فتره امتحانات واختبارات، لكن خلصت، كانت الامتحانات القصيره خلصت، بقيت لنا امتحانات الفتره تبدي 21 تقريبا 21 واحد او بالعشرينات من واحد. طبعا يا شباب كنت بسوي سلسله حق ريزنتيف 4. صراحه من افضل العاب الرعب والعاب الزومبي اللي لعبتها في حياتي كامله. يعني لعبة ما أدري شون أوصفها لكم، لعبة جدا عجبتني. كنت ألعبها على بلايستيشن 2، ممكن ما نهيت كنت صغير في ذاك الوقت، لكن الصراحة لعبة ما راح أتردد إني أشتريها أو أشتري سوني 2 بس عشانها. فلقيت اللعبة بالآيباد. اللعبة نفس القصة لكن شوي مغيرين المراحل شوية ومختصرين بعض المراحل. كنت بسوي لها سلسلة لكن واجهتني مشكلة. خلنا نخرجنا المايك بس. واجهتني مشكلة اللي هي لما أي أسجل اللعبة، يعني فيها صوت طبعا، فلما أي أسجل ينقطع التصوير. يعني لما أسجل وأدخل اللعبة ينقطع التصوير، ولما أسجل وأنا داخل اللعبة مثل يسوي ريستارت حق اللعبة أو يقول لي tap to restart the game. فلما أسوي ريستارت حق الجيم طبعا ما يعيد، بس يعني يكمل اللعب بس إنه يعلق التصوير، فما يكون يصور ما يكون يصور. حلو هذه. المهم فيعني صراحة كلش كان ودي اني اسوي السلسلة. اللعبة عجبتني، فيها كان اكثر من مود. حملوها ترى اللعبة حلوة، فيها المود الستوري، في مثل تحديات للمراحل اللي بالستوري، مثلا تذبح هذا الوحش بوقت معين، ويعني سالفة طويلة. حملوها واللعبة حلوة الصراحة. للأسف انه ما اقدر اسوي لها سلسلة للأسف الشديد. يعني فشباب اللي عنده لعبة مثلا عاجبته واللي حاب اني اسوي سلسلة على لعبة معينة، خلي يكتب لي اسم اللعبة بالكومنت وش اسمه، ان شاء الله بنزلها. طبعا مودرن كومبات 4 قاعد احاول اني انزلها، اللعبة صراحة حلوة. من الجزء الثالث وانا قاعد احاول احملها لكن دائما يصير في مشكلة بالتحميل. ف يعني امس حاولت احملها فضيت لها يمكن 2 جيجا، هي سعتها 1 جيجا بايت و400 400 ميجا بايت. فحاولت انزلها بس هم علقت. يعني كل مره يقول لي مثلا المساحه فل، او مره يقول لي النت علق، مره هي بس كذي يتحمل يعني يبقى 10 جيجا وما تشتغل اللعبه. ف يعني طبعا بعضكم الحين ما يشوف بس ما اتوقع انها لها علاقه بشاشتي، بس انا خل اطول لان انا ما كنت اشوف. طبعا انا قصر عليها عشان الشحن بس. فما ادري اذا زهقتوا من الكيفينج او لا، اتوقع انه بس كافي. الحين بطلع بشوف اي شيء يسوي فوق.
طبعا العالم هذا من زمان ما لعبته، من زمان ما سويت مقاطع عن ليتس بلاي. طبعا ان شاء الله عجبكم مقطع او ان شاء الله عجبكم الماب اللي سويته اللي هو الفيل كيفز والقرى. ففي بعضكم كتب لي بالكومنت يعطيكم العافيه على الراي، على رايكم. و يعني كان في اكثر من شخص قال لي نبي يسوي مثل طلال، بس انه اتوقع انه عنده اختبارات فما كان يقدر يسوي، فيعني عادي عندي معذور ما في اي مشكله، ما قصر صراحه. في بعد اللي في بعد اكثر من واحد سوى، يمكن اثنين، في واحد اسمه رشودي. طبعا يا شباب اللي بيسوي سلسله او اللي مسوي مقطع، لو بس مقطع واحد عن قناتي عن الماب هذا، خلي يقول لي بس، يكتب لي بالكومنت علشان يعني نضبط شوي. فهم في واحد حط فيديو عن قناتي، اتوقع اسمه مؤيد او شيء، ما ادري ايش اسمه بالضبط، اتوقع انه كان اسمه مؤيد او شيء كذي. فحط مقطع وكاتب ان القناه الماب لي، بس يمكن بعضكم ما عجب الوضع وكريتوه بكشوره مسكين، قلت له ليش وما ادري شنو قناه هذا الماب مو مابك وانت بايقه. طبعا يعني انا اي شخص يبي يحط الماب في قناته ما عندي اي مشكله، لكن ما يقول ان انا سويت الماب، لا يقول، لا يذكر ان ماينكرافتر كويت او كيو دبليو تي اف هو اللي سوى الماب، لا يذكر، ما عندي اي مشكله، لكن لا يقول ان هو سواها. يعني بس يعني اقصد ان لا ينسب الماب له، او انه يحطه مثلا بقناته ويسوي عنه مقاطع، فما عندي اي مشكله، معطيكم هذه الصلاحيه، حلال عليكم الماب. ومثل ما قلت لكم، اللي مسوي سلسله ولا مقطع او مقطعين عن هذا الماب، يا ليت يقول لي بالكومنت علشان ندخل ونشوف ابداعاته. ف ما ادري، خلينا نخلص هذه السطره ونصعد فوق. ما ادري ايش كثر صار لي فتره انسى احسب. فمره ثانيه اعيد واقول معلش اني طولت شوي. يعني المقطع الاخير اللي نزلته اللي هو مال كلاش اوف كلانز اذا ما خاب ظني، حطيت بعد اكاونتي اللي بالجيم سنتر اللي حاب يضيفني او يلعب معي اي لعبه ثانيه مو شرط كلاش اوف كلانز. ومثل ما قلت لكم، اللي حاب ان اسوي لعب مقاطع عن لعبه معينه، خلي يكتب لي بالكومنت. بس اللي صار الحين يا شباب، في بعضكم من المشتركين اتوقع اني حطيت مره اكاونتي بالكيك، للي حاب يضيفني كلكم ضيفوني ما عندي اي مشكله، ممكن احطه بالدسكربشن، لكن ساعات اسحب على الكيك لان في مشكله قاعد تواجهني، ان مثلا يدز لي مثلا خمس مسجات او ما له داعي رقم، لكن ساعات يخرف ان شكرا على سبسكرايب. ان شي يصير ان يدز لي، ما يعني مثلا الشخص هذا ما يكون داز لي اشياء، يعني ما يكون داز لي مسجات الا قبل يمكن 10 دقائق كذي، فساعات ما يوصلني، وساعات لما يوصلني يعني يوصلني متكرر، يعني مثلا يوصلني الخمس مسجات هذيل واقراهم واخلص ورد عليه، بعد نص ساعه او 10 دقائق يندزون مره ثانيه، ادخل البرنامج ما في مسجات واصله، بعدين لما اكتشف ان المسجات قاعد تكرر بالنوتيفيكيشن، ففي اكثر من مشكله. ومفكر اني اسوي اسك يعني حق الاسئله الناس اللي يبون يسالونها، ناس يبون يسالونها، المهم يعني الناس اللي يبون يسالون. طبعا مفكر اني اسوي شو اسمه اسك، فقولوا لي شنو رايكم، كتبوا لي بالكومنت اذا تبوني اسوي مقطع اذا تبوني اسوي اكاونت للاسك فقط حق يعني اسئلتكم حق ماينكرافت او اي لعبه ثانيه، او اقتراحاتكم مثلا عشان لعبه ثانيه، لان ساعات شوي باليوتيوب صعب ارد على الكل، و يعني مثل ما يقول الاسك ما يبي لا تسوي اكاونت، مجرد انك تدخل تسال وتطلع، لكن يعني اتمنى انه يكون بحدود الادب. فيعني قولوا لي رايكم بالكومنت. اتوقع ان احنا وصلنا لنهايه الحلقه، مثل ما قلت لكم بعدها المره المليون، اللي يبي دعم يعني خلي يورينا ابداعاته، خل يشتغل على القناه بعدين يبشر بعزه، يعني
100% ان احنا راح نسوي له دعم. فبس هذا كان نهايه المقطع، اتمنى انه عجبكم. لا تنسون تضغطون لايك للمقطع، واكون شاكر لكم اذا ضفت في المقطع المفضل، ولا تنسون تشتركوا في القناه اذا ما كنتم مشتركين. شكرا للمشاهده ومع السلامه.